السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدك تستعير سيارة من أحد، والأفضل إنك ما تستعير سيارة. يعني في ناس تقول لك السيارة ما بتنعار، لكن إذا استعير سيارة من أحد فحافظ عليها، وبس تقضي غرضك عبيها بنزين، عبي له إياها للزلمة، ما تنتظره هو حتى يقول لك. وإذا يوم من الأيام استقضيت إنسان بغرض وقال له تروح معي بسيارة ياخدك، وأخذته مسافة مئات كيلومترات ووفر عليك كتير، وحالته المادية يعني ما هو هالقد يعني، طيب يا أخي عبي له إياها بنزين. إذا ما بدك تعطيه أجاره تعطل معك، عبي له إياها بنزين. أما تطنش بالمرة ساعتها الناس يعني تتضايق، بتحملها منحملها فوق طاقتها، وهذا الشيء ما منيح أبدا. هي يعني حكمة عملية حبيت شارككم فيها.